تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح الصحة في البداية، وصباح الأمل، وصباح اللا مستحيل في دولة الإمارات العربية المتحدة. صباح الإنجازات الاستثنائية، نبارك لقيادتنا ولنبارك لشعب الإمارات العربية المتحدة، ونبارك أيضا للوطن العربي وللشباب العربي على هذا الإنجاز الكبير. أول رحلة إماراتية عربية تصل إلى هذه النقطة في الكون، وأخيرا وصل العرب للمريخ على أيدي أبناء زايد وعلى أيدي أبناء الإمارات العربية المتحدة الذين استعادوا للعرب أمجادهم وتفوقهم على العالم. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. أرحب أيضا دائما بتواصلكم مستمعين الأعزاء في برنامج صحة وسعادة على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونأخذ خبرنا لهذا اليوم مستمعين تحت عنوان نجحنا في الوصول إلى المريخ. سجل التاريخ مساء أمس الثلاثاء نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في أول مهمة لها إلى كوكب المريخ، بعد أن تمكن مسبارها الاستكشافي مسبار الأمل من دخول مدار الكوكب الأحمر. وكان مسبار الأمل الإماراتي الذي انطلق من الأرض قبل 7 أشهر قد وصل إلى المدار حول الكوكب، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة 5 دولة ترتاد الفضاء لهذه المهمة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأوروبا والهند. ووجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله التهنئة إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين والأمة العربية بنجاح مسبار الأمل في مهمته، مشيدا بالجهد الاستثنائي لأبناء الإمارات الذين حولوا الحلم إلى واقع. أيضا وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شعب دولة الإمارات والأمة العربية بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، حيث حرص سموهما على متابعة اللحظة التاريخية من محطة التحكم الأرضي بمسبار الأمل في الخوانيج بدبي. كما أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء بفريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ من المهندسين والمهندسات من الكوادر الوطنية الشابة والجهود التي بذلوها على مدى أكثر من 6 سنوات في سبيل تحويل حلم المريخ إلى واقع نحتفي به اليوم. وننتقل مستمعينا الأعزاء من المريخ إلى فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي، ومع مستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية وألف مبروك أيضا. الله يبارك فيك، فعلا كان يعني اللي صار سعادة كبيرة وفخر كبير لي، مو بس لنا كإماراتيين، لنا أيضا كعرب وصول، يعني سنكون أول العرب الواصلين المريخ، وهذا شيء يعني مدعاة للفخر لكل عربي وإماراتي. صحيح.
ناخذ بعض الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي نحن مستمرين في حملة التطعيم، ولكن نحن ما زلنا للفئات ذات الأولوية ونأكد عليها دائما، اللي هم كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب الهمم، وخط الدفاع الأول والمهن الحيوية. نحن ما زلنا في هاي المرحلة، لأن وصلنا وايد استفسارات عن متى ممكن الأشخاص اللي ما يندرجون لهال يعني لهالقوائم ممكن يكونون إن شاء الله يعني بعد المحدد الأول 3 شهور للفئات المستهدفة. أيضا نحب نأكد أن كل المراكز الرفاهية الصحة تعمل بنظام المواعيد في كل خدماتها، وليس فقط خدمات التطعيم، ومنها خدمات التطعيم أن ما في مركز واحد ووك إن للتطعيم، بس نأكد هاي المعلومة. مراكز أيضا الواحد اللي حاب يأخذ موعد يتصل على رقم مجاني 800-342، يسمع الاي في ار او التسجيل الصوتي موجود، ويتبع التسجيل الصوتي، يختار خدمة التطعيم، خدمة المواعيد، وبعدين يختار نوع اللقاح. ايضا من ضمن الاشياء المهم يكون موجود عند زيارة المركز الصحي هي بطاقة الهوية الاماراتية، صورة عن الاقامة، اقامة دبي سارية، وايضا تقرير طبي يثبت الاصابة بالامراض المزمنة. تقريبا هالأشياء اللي عنها إجابات أكثر الأسئلة اللي وصلتنا خلال 24 ساعة الماضية في قنوات التواصل الاجتماعي، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الأخت أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك. مستمعين الأعزاء، قبل لا ناخذ الفاصل أيضا نحب نذكر بمراكز فحص كوفيد-19 التابعة لهيئة الصحة بدبي، مراكز الفحص التي تتطلب موعدا مسبقا في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز الطوار الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، ومركز السيلي الصحي. وفقرتنا الثانية بتكون بعد الفاصل. اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي تحت عنوان خدمة التخدير فوق الجافية، وبيكون معانا ضيف اليوم عبر الهاتف الدكتور أحمد ماهر، أخصائي أول تخدير من مستشفى لطيفة بدبي، وبنتكلم معاه اليوم عن خدمة التخدير فوق الجافية. ما هي هذه الخدمة، ومتى تعطى هذه أيضا الإبرة أو التخدير، وأيضا كثير من المعلومات حول هاي الخدمة المميزة اللي تقدمها مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. خلكم مستمعينا الأعزاء مع صحة وسعادة وكثير من المعلومات اليوم، ولكن بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان خدمة التخدير فوق الجافية، ومعنا الدكتور أحمد ماهر، أخصائي أول تخدير بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. دكتور أحمد صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بكل خير والصحة وسعادة. وعليكم السلام دكتور أحمد، وصباح النور وصباح التوفيق وأيضا صباح النجاحات اليوم ما شاء الله. إن شاء الله دايما. أود في البداية أن أنتهز الفرصة بالتقدم بخالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعب، مواطنين ومقيمين، بهذا الإنجاز التاريخي الغير مسبوق بوصول مسبار الأمل بنجاح إلى مدار حول كوكب المريخ. وهذا الإنجاز هو إنجاز عربي وفخر عربي وإسلامي، داعياً الله عز وجل بمزيد من التقدم والرقي لهذه الدولة العظيمة الرائدة دائماً. الله يبارك فيك دكتور، وفعلاً يعني إنجاز عالمي ودائماً يعني إنجاز للعرب وللمسلمين. نعم. وللجميع. نعم نعم. دكتور، خدمة التخدير فوق الجافية، حابين أن نعرف ما هذه الخدمة، واللي هي طبعا باللغة الإنجليزية تعرف بالآيبو ديورول، لو نتكلم عنها طبعا بشكل تفصيلي دكتور أحمد.
في البداية أحب أعدي معلومات بسيطة عن علم التخدير. هو علم مهم وأساسي من علوم الطب، وهو علم دقيق جدا، ويجب أن يكون طبيب التخدير ملم بمعظم جوانب ومعلومات الطب، لأنه من التخصصات القليلة التي يتعامل فيها الطبيب مع كل الأمراض التي تصيب الإنسان. في البداية ما هعرف موضوع الإبيديورال. هي عملية بسيطة بيقوم بها طبيب التخدير بإدخال قسطرة دقيقة جدا قطرها لا يتعدى 1 ملليمتر، من خلال إبرة تدخل ما بين الفقرات القطنية بتخدير موضعي طبعا، لتستقر في التجويف الفوق الجافية. وتجويف الفوق الجافية هو أحد التجاويف أو السحايا المحيطة بالنخاع الشوكي، وهو ما يسمى اصطلاحا في اللغة الإنجليزية الإبيديورال. وهذا التجويف تجويف صغير جدا، لا يتراوح حجمه أو يتراوح حجمه ما بين 2 إلى 5 مليمترات. وبعد تركيب هذه القسطرة الدقيقة يقوم طبيب التخدير بحقن المسكنات والأدوية المخدرة التي تقوم بدورها بتخدير الأعصاب المركزية المغذية للرحم وعنق الرحم لتقليل ألام الوضع أو ألام المخاض. هذا تعريف بسيط ومبسط لعملية الإبيديورال. نعم دكتور، طبعا حسب ما نعرف بأن النسبة اللي تقلل فيها آلام الولادة بعد إعطاء إبرة الإبيديورال نسبة عالية، حابين نسمع منك هاي النسبة. وأيضا دكتور أكيد هناك بعض البروتوكولات، يعني متى تعطى هذه الإبرة، ومن هم النساء اللي يعني لهم الأحقية في أخذ هاي النوع من الإبرة المخدرة؟ احنا في فعلا زي ما حضرتك ذكرت بتحسن ألم الولادة بنسبة تتعدى 90 و95%. يعني ما تحس نهائيا بالولادة دكتور؟ تقريبا فعلا، يعني انا بشوف بعض المرضى بتبقى بتبكي قبل الإبيديورال، فعلا بكاء وصراخ. بعد الإبيديورال بتبقى يعني سعيدة، ماسكة التليفون وبتتكلم مع اصدقائها وبتطالع الاخبار. جميل جدا، ما عادش في اي وجع ومش حاسة باي وجع الحمد جميل. لله. نعم، فقرار الإبيديورال ممكن احنا بناخده من بيختلف من مريضة لمريضة. المريضة اللي الأول مرة تلد دي إحنا بنديها الإبيديورال لما بيبقى عنق الرحم تقريبا مفتوح من 5 لـ6 سنتيمترات. أما المريضة اللي ولدت أكثر من مرة دي إحنا بناخد القرار فيها بدري شوية، لأن عملية الولادة عندها بتبقى أقصر، فبنعمل الإبيديورال لما بيبقى عنق الرحم من 3 لـ4 سنتيمترات. بصراحة أنا لي رأيي في الموضوع ده، إن لازم المريضة تستشير طبيب التخدير بدري عن وقت الولادة، يعني ممكن بيوم أو يومين أو حتى عنده دخولها المستشفى مباشرة، بحيث أن الطبيب هيسألها على بعض الأسئلة لمعرفة الحالة الصحية، وممكن لو في أي تاريخ مرضي أو أي أدوية هي المريضة بتاخدها، وممكن يبقى في وقت لإجراء بعض الفحوصات منها سرعة التجلط وعدد الصفائح الدموية. يعني يتم دكتور تقييم الحالة قبل بالزبط. القرار النهائي بالزبط. لأخذ هاي الإبرة. بالضبط. صحيح دكتور أحمد، أكيد يعني حابين نسمع أن مثل ما تفضلت أن الإبرة يعني لها فوائد كثيرة، ما هي إيجابياتها دكتور، وإذا كان هناك بعض الآثار الجانبية لهذه العملية؟ نعم، إيجابيات الإبرة إن هي أول حاجة زي ما حضرتك تفضلت إن هي بتحسن ألام الولادة بشكل ملحوظ يصل لـ90 لـ95%. بتمكن أطباء النساء والتوليد لو احتاج الأمر بحاجة بنسميها تحريض الطلق، أو إن احنا نعمل إندكشن، أو إن احنا ندي أدوية تسرع شوية عملية الطلق أو تحس عملية الطلق. نعم. إذا تطلب الأمر. ثالث حاجة أو ثالث ميزة إن هي بتعمل ارتخاء جزئي بعضلات الحوض، وده ما يسهل نزول الجنين. ورابع ميزة إن قدر الله بوجود ولادة قيصرية يمكن استخدام الإبيديورال كبديل ممتاز بالتخدير الكامل أو حتى التخدير النصفي أو الجزئي. في بعض الأحيان بتبقى في ميزة بس معظم المريضات بترفضها الحقيقة، مع إنها ميزة مهمة جدا جدا جدا، وهي إن المريضة ممكن تمشي وتتحرك بوجود إبرة إبيديورال، بس ده بيتطلب يعني تحضيرات خاصة وتكون مريضة برضو متعاونة جدا، بحيث ان هي احنا في الحاله دي احنا بنقلل استخدام الادويه المخدره شويه، بحيث ان احنا ندي مجال اكتر لقوه عضلات الساقين ان هي تفضل، فتقدر المريضه تمشي، بس ده هيبقى على حساب تحسين الوجع، يعني تحسين الالام هتبقى تقريبا بنسبه 50 لـ60%، مش هنوصلها لـ90%. فلو المريضه موافقه على ان هي بس الالام تتحسن بنسبه 50 لـ60%،
ممكن بنعمل لها الموضوع ده وتقدر تمشي وتتحرك أثناء الولادة، لأن طبعا المشي من الحاجات اللي بتسهل عملية الولادة. دي الإيجابيات بتاعة الإبيديورال. ندخل على السلبيات، هي كلها حاجات بسيطة ونادرة الحدوث. هنبدأ بأكثرها شيوعا وهو الصداع. بيبقى نتيجة أن طبيب التخدير حصل خلل في إدخال الإبرة، أو المريضة مثلا تحركت بشكل فجائي، لأن أنا قلت لحضرتك أن هو حجم السبيس ده أو حجم التجويف ده تقريبا 1-2-3 مليمتر بكتير، فممكن لو المريضة تحركت بس حركة فجائية يحصل دخول زيادة أكثر من اللازم للإبرة، فيحصل ثقب في غشاء الديورة أو اللي هي الأم الجافية. نعم. ده هيسبب تسريب في السائل النخاعي، فهيسبب ده الصداع. المدة المتوقعة للصداع تقريبا من 2-14 يوم. شدة الصداع ده بتختلف من مريضة لأخرى، بس في الأغلب بتبقى معظم الحالات بتبقى بسيطة وبتضيع بالمسكنات العادية. نسبة حدوث الصداع ده من 1-2% تقريبا. علاجه بتبقى الراحة التامة في السرير، أخذ المسكنات زي البنادول، وأخذ بعض المسكنات التي تحتوي على الكافيين، وشرب القهوة، وشرب كميات مناسبة من السوائل لتعويض السائل النخاعي. بننصح بشرب القهوة ليه؟ لأن القهوة من الحاجات اللي بتحفز زيادة إفراز السائل النخاعي، فبتعوض الفقد اللي بيحصل في السائل النخاعي. طبعا في حالات نادرة جدا جدا بتحتاج المريضة للتنويم في المستشفى لإعطائها مسكنات أقوى ومتابعة المريضة، وبعض الحالات بنحتاج إن احنا نحقن كمية لا تتعدى 20 مليمتر من دم المريضة، بنسحب 20 مليمتر من دم المريضة ونحقنها في الإبيديورال سبيس ده، بحيث إن هي يحصل تجلط للدم فيقفل على الثقب اللي كان موجود. ننتقل للسلبية الثانية وهي ألم الظهر والرقبة. دي ألم بسيطة جدا ولا تحتاج إلى مسكنات، وبتتحسن في خلال 4-5 أيام. في انخفاض يحصل أحيانا في ضغط الدم أثناء الإبيديورال، وده بيبقى انخفاض بسيط ويمكن علاجه بإعطاء المحاليل الطبية، وبتبقى تحت ملاحظة الأطباء، فما فيش داعي للقلق من موضوع انخفاض ضغط الدم، لأنه هو يعني بنقدر نعالجه بسهولة جدا. رابع سلبية وهي الحكة. دي بتبقى أثناء بسبب استخدام بعض المسكنات في الإبيديورال، ودي برضو لا تحتاج إلى علاجات، بس بنطمن المريضة أن ده حاجة عادية وبتحصل. خامس سلبية أن هي لا قدر الله لو في مشكلة في تجلط الدم والمريضة لم تخبر طبيب التخدير بيها، أو أن هي تكون على أدوية سيولة وبرضو لم تخبر طبيب التخدير بيها أو نسيت تقولها له، ده ممكن يسبب تجمع دموي بسيط، وده لا يحتاج إلى علاج في معظم الحالات، ولكن في بعض الحالات النادرة بيحتاج، لأن بيكون تجمع دموي كبير فيحتاج إلى تدخل جراحي أو علاج طبي إذا تطلب الأمر. صحيح. وهذا طبعا دكتور مثل ما ذكرت أنت يعني ممكن إصابتها، ويعني نادرة أنها يعني تكون هاي الآثار الجانبية موجودة، وأيضا ذكرت أنت يعني 1% يعني تعتبر لا شيء أيضا. دكتور أحمد، طبعا خلال يعني المرحلة الحالية وإصابة بعض النساء بأيضا فيروس كورونا، حابين أيضا نعرف دكتور، هل يوجد هناك تعارض مع الإبيديورال، إبرة الإبيديورال ومرض الكوفيد 19؟ والله إذا كانت الأعراض خفيفة إلى متوسطة لا يوجد تعارض نهائي، بالعكس هتكون مفيدة جدا، لأن بتحسن الألم، فعلى الأقل بنشيل جزء من المشاكل اللي بتحصل أثناء الولادة وهي الألم، فالمريضة ما بتحسش بالألم. فلو الأعراض بسيطة إلى متوسطة بالعكس إحنا بننصح بإعطائها، أما إذا كانت الأعراض قوية والمريضة على نسبة عالية من الأكسجين فهنا غير مستحب إعطائها للمريضة، وده لأن معظم المرضى اللي بتبقى عندهم أعراض قوية بيبقوا على مضادات للتجلط، مضادات علاجية، وفي الحالة دي أحد موانع استخدام الإبيديورال زي ما احنا قلنا. نعم. وأيضا دكتور طبعا أكيد مستشفى لطيفة والقسم المختص بهاي النوع من الخدمة المميزة اللي هي خدمة التخدير فوق الجافية، حابين دكتور أحمد أيضا تخبرنا بالخدمات الأخرى اللي تقدمه في هذا القسم. هو قسم التخدير في مستشفى لطيفة احنا اسمنا قسم التخدير والعناية الحرجة، لان احنا بن 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 بنعمل التخدير لنوعين من المرضى، وهم الاطفال من سن يوم وحتى سن 12 سنة، والنوع الثاني هو تخدير عمليات النساء والتوليد، عمليات النساء والمناظير التشخيصية والتداخلية وعمليات التوليد سواء قيصري او طبيعي. وطبعا اطباء التخدير في مستشفى لطيفة بيقومون ب متابعة المرضى في العناية المركزة أيضا، وده بيكون بشكل كامل سواء العناية المركزة للأطفال أو السيدات.
نعم دكتور، في يمكن قبل النهاية حابين بس تعطي إذا في أي نصائح حول هذا الموضوع، بالأخص إذا المرأة قررت أنها تأخذ هاي الخدمة، هي خدمة التخدير فوق الجافي، شو النصائح اللي حاب توجهها دكتور أحمد؟ النصائح تبقى نصائح عامة، وهي لا خاب من استشار، إن هي تستشير الطبيب. نعم. تعطيه كل المعلومات اللازمة حتى يقوم بالاختيار الصحيح المناسب لها ولطفلها، لأن في النهاية واجبنا هو الحفاظ على أولا الصحة العامة للمرضى، مكافحة أي مشاكل ممكن تحصل. فالاستشارة هي أهم حاجة، وأخذ الرأي والمشورة هي أهم حاجة، وبتعطي المجال والوقت الكافي للطبيب وللمريضة إن هي هتستفسر عن الإبيديورال أو عن أي حاجة تانية، والطبيب إنه يعرف التاريخ المرضي، نقدر نعمل بعض الفحوصات والتحاليل بحيث ناخد القرار الصحيح. نعم الله يعطيك العافية دكتور أحمد ماهر، أخصائي أول تخدير بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك دكتور على هاي الخدمات المميزة، أنت وفريق العمل اللي دائما الحقيقة هاي الخدمات اللي تزيد نسبة سعادة متعاملين هيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا دكتور أحمد. أشكرك أستاذي، ودمتم بخير وصحة وسعادة. دمت بصحة وسعادة دكتور أحمد. مستمعينا الأعزاء، بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل اليوم فقرة التغذية تحت عنوان خبز البروتين، اللي حاب يعرف أكثر عن فوائد خبز البروتين. خلكم مع صحة وسعادة وبعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة التغذية، و اليوم تحت عنوان خبز البروتين، مع الأستاذة وخبيرة التغذية الأستاذة مريم علي، أخصائية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بهيئة الصحة بدبي. أستاذة مريم صباح الخير. صباح النور أخ عبد الله، وأيضا نبارك لك طبعا بهذا الإنجاز الجميل لدولة الإمارات العربية المتحدة وصولها للمريخ. الحمد لله والشكر، صراحة شعور لا يوصف. صحيح. بهذا النجاح والإنجاز التاريخي. الله يعطيك إن شاء الله الصحة ودائما إلى الإنجازات، ودائما الإمارات يعني بلد لا مستحيل. نتكلم معك اليوم أختي مريم عن خبز البروتين. أنا قبل كنت أتوقع خبز البروتين يصنع من الطحين أو الدقيق، بس اليوم المعلومة أتوقع بنسمع أشياء جديدة عن خبز البروتين. بإذن الله. في البداية نرحب بمستمعينا ومتابعينا على برنامج صحة وسعادة، ومداخلتنا اليوم إن شاء الله بتكون عن خبز البروتين. الخبز عموما بشكل أساسي معروف أنه هو غذاء أساسي في كل العالم، وعادة معروف تكوينه من القمح. صحيح. وطلعت في الآونة الأخيرة أنواع كثيرة من الخبز لمصادر غذائية أخرى. ليش طلعت؟ شو الأسباب؟ نظراً لوجود بعض المشاكل نتيجة تناول القمح لفئة من الناس. نقول خبز البروتين من اسمه أنه تكوينه بيكون عبارة عن بروتين. صحيح. فاللي نبغى نوصله أنه البروتين عندنا عدة مصادر غذائية فيها بروتين، فلذلك أن تكوين خبز البروتين مش تكوين واحد، فلازم ننتبه دائما للبطاقة الغذائية، لأنه ممكن يكون هو عبارة عن بروتين جاي من جلوتين القمح، بروتين القمح نفسه ممكن يكون عبارة عن مستخلص من بروتين الحليب، ممكن يكون من بياض البيض، من الحبوب والمكسرات. فلازم اللي نبغى نوصله انه لازم الشخص يقرأ البطاقة الغذائية. ليش؟ لأنه ممكن في بعض فئات من الناس تكون عندهم تحسسات من الحليب مثلا أو
القمح، المكسرات أو البيض. القيمة الغذائية للخبز البروتين عادة بما أنه فيه بروتين سيكون غني بالبروتين. إذا بني للخبز العادي، خبز القمح العادي المعتاد، كمية البروتين يكون فيه تقريبا 2 جرام إلى 3 جرام في شريحة الخبز الوحدة. الخبز البروتين يكون فيه تقريبا من 4 إلى 6 في الشريحة الوحدة على حسب نوع أو مصدر البروتين اللي فيه. يكون غني مثلا بالأحماض الدهنية الغير مشبعة اللي هي أوميغا 3 في حالة إذا كان فيه مكسرات وحبوب. سبب وجوده مثل ما قلنا ممكن آمن هو طبعا وممكن الكل يستخدمه، بس هو في الغالب نحن ننصح فئة من الناس اللي هم الرياضيين اللي عندهم يعني لازم يتناولون قدر كافي من البروتين. ففي مصادر أساسية اللي هي اللحم والبيض والحليب، بس أساس التنوع ممكن نحن ندخل خبز البروتين معه. أستاذة مريم، هل حصة الخبز البروتين نفس حصة الخبز العادي؟ نعم، بالنسبة للسعرات الحرارية تعتبر كلها نفس السعرات الحرارية إذا كانت نفس الكمية. نعم. يعني هنا على شريحة الخبز الأبيض أو شريحة الخبز الأسمر أو شريحة من خبز البروتين نفس السعر، لأن جرام الكربوهيدرات يعطينا 4 سعر حراري وجرام البروتين في نفس الوقت يعطينا 4 سعر حراري. نعم. وفي عندنا الفئات الثانية اللي هي النباتيين، ممكن احنا ننصحهم انه يتناولون من هذا الخبز. كبار السن ممكن يتناولون لان عندهم الشهية تكون قليلة، ودائما يفضل ان احنا ننوع في المنتجات الغذائية اللي نقدمها لهم. الله يعطيك العافية أستاذة مريم علي، أخصائية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. العفو، حياكم الله. الله يحييك. وننتقل مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، واليوم تحت عنوان فقرة صحة المرأة، وتشرفنا وبتكون معنا اليوم الدكتورة إكرام عبد العزيز، أخصائية نساء وولادة في مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة إكرام، صبحت الله بالخير والنور والعافية. ألو، ننتظر. نعم، ننتظر الدكتورة إكرام من مستشفى دبي. وفي نفس الوقت أيضا نحب نذكر مستمعينا الأعزاء بمراكز فحص كوفيد-19 التابعة لهيئة الصحة بدبي. المراكز اللي تتطلب موعد مسبق، مراكز الرعاية. الدكتورة إكرام عبد العزيز، نذكر بمراكز الفحص التي تتطلب موعد مسبق بهيئة الصحة بدبي. معنا دكتورة إكرام. عليكم السلام، هلا حياك أستاذ عبد الله وصباحات الخير. دكتورة إكرام عبد العزيز، أخصائية نساء وولادة في مستشفى دبي، صباح الخير دكتورة. صباح الخير أستاذ عبد الله، صباح الخير على كل المستمعين. الله يصبحك في النور والعافية دكتورة. نحن دائما سعيدين حقيقة يعني بوجودك معنا كل يوم أربعة. ومن الفقرات أيضا المهمة اللي هي فقرة صحة المرأة، واليوم دكتورة حديثنا معك عن موضوع مهم اللي هو يعني يمثل أيضا تحدي وخطورة عالية على بعض النساء، بعض السيدات، وأيضا بشكل عام. لو نتكلم دكتورة إكرام معك عن هاي المخاطر حول هذا التحدي وكيفية العلاج أيضا والوقاية. الله يسلمك أستاذ عبد الله، وأنا مبسوطة وسعيدة دائما أكون معاكم عشان نوعي السيدة ونوعي المرأة في كل الوطن، ونقول لهم دائما تمنيات الصحة والعافية. الليلة حنتكلم في موضوع مهم جدا جدا اللي هو الموضوع بتاع سرطانات عنق الرحم. والأهمية بتاع سرطانات عنق الرحم جات من إنه السرطان بتاع عنق الرحم هو يعتبر السرطان الثالث اللي هو يجي بعد السرطان الثدي وسرطان الإمعاء. فمعناته هو بياخد درجة عالية في السرطانات
والحاجة المهمة فيه إنه يمكن الكشف عليه مبكر، يمكن أخذ جرعات طبيعية مبكر عشان نقي أنفسنا من الإصابة بسرطانات عنق الرحم. نعم. طيب فلو سمحت لي استاذ عبد الله، انا بس حامشي في الموضوع حتى انه يبقى يعني ياخذ اهميه خصوصا عند السيده. زين دكتور، بنقول انه سرطان عنق الرحم يمكن الكشف عليه مبكر لو اخذنا مثلا المسببات بتاع سرطان عنق الرحم. الاسباب اللي هي احنا بنقول اكبر مسبب للسرطان هو الاصابه بفيروس نحن بنقول عليه الفيروس الحليمي البشري او من هو الاتش بي في، معظم السيدات بيعرفوه بهاي الاسم. ودي فيروس بيصيب السيده من الانتقال عن طريق العلاقه الجنسيه. فعشان كده نحن بنقول دائما العلاقه، احنا الحمد لله والله الحمد دول اسلاميه ونحن عندنا العلاقه الزوجيه هي العلاقه الوحيده، فما عندنا تعدد العلاقات. فبنقول انه الفيروس قد يصيب السيدة اللي هي في العمر المبكر اللي هو في العمر المراهقة وأوائل العشرينات، والجسم عنده مناعة وقدرة إنه يتحكم على الفيروس، لكن بمرور الزمن في بعض الفيروسات تفلت من المناعة وتسبب سرطانات عنق الرحم. طيب فنحن شنو ننصح السيدة؟ بنقول لها في اللي هي الحاجات الأساسية، أي سيدة متزوجة أو سيدة من عمر 21 فما فوق بتحتاج لمسحة روتينية لسرطانات عنق الرحم. قبل نتكلم عن المسحة أنا حابة أتكلم عن التطعيم، والتطعيم هو الآن الحمد لله ولله الحمد الدولة بقى موجود اللي هو في المدارس الثانوية، بيبدأ في التطعيم من المتوسط للثانوي اللي هو في عمر 9 سنوات لين عمر 15 سنة. ونحن بننصح الأمهات إنه بنقول لهم ما في خوف وما في ضرر، هم جرعتين، بندي جرعة واحدة وتليها الجرعة الثانية. لو الواحدة لحد عمر 15 سنة ما طعمت، نحن بنقول أو وصلت 20 سنة وهي بعد ما طعمت، ذاك الوقت نحن بنحتاج نأخذ 3 جرعات، يعني جرعتين بالإضافة للجرعة الثالثة. بعد سن 25 سنة التطعيم بيبقى غير فعال، فعشان كده نحن مستهدفين الطالبات في السن المتوسط والمدرسة اللي هو من سن 9 إلى 15 سنة. وبننصح الأمهات إنه لما يجيهم الخطاب من المدرسة يوافقوا عليه، لأنه دي حاجة مهمة جدا جدا في منع سرطان عنق الرحم. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بتجي في اللي هو المسحة الروتينية لسرطان عنق الرحم. الحمد لله كل مستشفيات هيئة الصحة دبي عندنا عيادات نسائية متخصصة لأخذ المسحة، والمسحة للتنويه هي بتكون في السيدات في عمر الإنجاب، نحن بنقول من سن 21 لسن 25، من 21 لحد عمر 69 سنة. المسحة بتكون مرة واحدة كل 3 سنوات اللي هي في الفترة الأولى، لو قسمنا السيدات لمجموعتين اللي هو من عمر 21 لحد عمر 49، ومرة واحدة كل 5 سنوات من عمر 50 لحد عمر 65. فمعناتها هي مسحة واحدة بتكون كل 3 إلى 5 سنوات، والمسحة بتكون في العيادة النسائية بطبيبة مدربة، فما في منها خوف، وهي حاجة سهلة جدا جدا اللي هي عن طريق برش أو فرشة بتتأخذ لعنق الرحم وبتترسل كعينة وبتتفحص. طيب العينة اللي بتترسل للمختبر، أنا طبعا الحمد لله ولله الحمد كل هي أصحى دبي كلنا عندنا الناس المتخصصين، فلو ظهرت أي نتائج للعلامات الأولية لسرطانات عنق الرحم إحنا بنقول عليها الآفات، اللي هي آفات من الدرجة العالية والآفات من الدرجة المنخفضة. معظم الآفات من الدرجة المنخفضة بيتم الجسم علاجها مباشرة بدون ما تحتاج لتدخل جراحي. الآفات من الدرجة العالية نحن بنقول 2 منها ممكن يتحول إلى سرطان عنق الرحم في خلال 10 إلى 20 سنة. فالعلاج موجود للآفات أو للإصابة ما قبل السرطان، والمسحة موجودة في كل مستشفيات الهيئة. فنحن ننصح كل السيدات انه المسحه حاجه مهمه جدا جدا، لازم السيده لما تروح على العياده بتاعت العياده النسائيه تكون حتى لو الطبيبه، احنا كل الطبيبات بيسالوا لله الحمد لانها متخصصات في الموضوع، فلو الطبيبه لسبب من الاسباب ما سالت، انت تكوني عندك دائما المبادره بانك تسالي، انك تحبي تعرفي عن المسحه الروتينيه لسرطانات عنق الرحم. صحيح. فدي بصوره مبسطه عن الموضوع. طيب في حاجة ثانية نحن ممكن نقول أستاذ عبد الله، اللي هي نحن بنقول إنه من العلامات أو الإشارات اللي ممكن توري الوحدة إنه هي ممكن يكون عندها سرطان عنق الرحم ولا لا. عادة سرطان عنق الرحم مثل ما نحن تفضلنا قبل شوية إنه قلنا بياخد 10 إلى 20 سنة عشان يتكون، ف
فعشان كذا ما بتكون في أعراض معروفة. السيدة ممكن تكون تماما هي سليمة بدون أي مشاكل، لحد بعد الشر عليها نجي نكتشف إنه السرطان في مرحلة متأخرة جدا جدا، وفي ذاك الوقت بتحتاج للعلاجات اللي هي العلاج العلاجات الكيميائية اللي هو نحن بنقول الأشعة أول بعد ذاك العلاج الكيميائي. فعشان كده بننصح السيدة في أي وقت إذا كان عندها إفرازات غير مرغوبة الريحة أو كريهة الريحة من المناطق الخاصة، أو إذا كان عندها تنقص للدم بدون الدورة الشهرية، أو إذا كانت عندها نزيف غير معتاد، فهي لازم تراجع الطبيبة النسائية. عشان كده نحن دائما بنأكد على أهمية المسحة لعنق الرحم، لأنها بتورينا الحالات قبل السرطان ونقدر نعالجها ونقدر نتحكم فيها. صحيح. الحاجة الثانية اللي عايزة أضيفها إنه العيادات بتاعتنا عيادات مخصصة بتناخد المسحة، والمسحة لو كانت فيها أي واحدة من الآفات، إذا كانت بسيطة المدى أو عالية المدى، بتفحص الفيروس في المسحة اللي هي الفيروس بتاع الحليم البشري ده أو الـ HPV، ولو طلع موجب ذاك الوقت نحن بنحول السيدة للعيادة الخاصة الثانية اللي هي فيها المنظار المهبلي، أو نحن بنقول عليه الكولبوسكوبي، ودي عبارة عن كاميرا بتفحص عنق الرحم بطريقة معينة، وبنقدر ناخد في نفس الجلسة، وبتكون في عيادة خاصة في نفس الجلسة بناخد خزعات لعنق الرحم، ونرسل هاي الخزعات اللي هو للطبيب المختص للفحص، وإذا ظهرت أي آفات تحتاج علاج فممكن يتعالج عنق الرحم في نفس الجلسة، أو ممكن ندخل على جراحة بسيطة يشيلوا، بناخد المنطقة اللي هي فيها المنطقة بتاعت الآفة أو الخلايا الغير طبيعية لعنق الرحم. صحيح. وبيتم استئصالة وبيتم متابعة السيدة كل 6 شهور لحد ما نتأكد تماما إنه المنطقة سليمة وما فيها مشاكل. وفي أي وقت حصلنا على إنه في سرطان عنق الرحم وكانت الدرجة بتاعت درجة عالية اللي هي نحن بنقول بعد الدرجة الثانية، في الوقت ذاك ممكن تحتاج لجراحة اللي هو غير استئصال جزء من عنق الرحم، قد تحتاج لجراحة استئصال الرحم كامل، وبعد ذاك هتحتاج لمتابعة، وبعد الشر عليها لو بقى من الدرجة الثالثة أو الرابعة، في الوقت ذاك بنحتاج نحول السيدة لعلاج إشعاعي. فعشان كده نحن بنرجع ونقول الوقاية خير من العلاج، التطعيم بجرعاته في المدارس الثانوية والمتوسطة. والحاجة الثانية المسحة الروتينية في العيادات النسائية في كل مراكز، إذا كانت مراكز صحية، إذا كانت المستشفيات التابعة لهيئة الصحة، كل الدكتورات الموجودات هم دكتورات مدربات على التعامل مع المسحة والتعامل مع نتيجة المسحة. نعم دكتورة أكرام، يعني من خلال حديثك طبعا عن أهمية المسحة وأهمية المسحة الروتينية والزيارات الروتينية، طبعا مثل ما ذكرتي بأن في أغلب الأحوال الأعراض تكون غير واضحة، فأهمية الزيارات الروتينية وأخذ المسحة هاي مهمة جدا. دكتورة في آخر دقيقتين شو تحبين تعطين نصائح الحقيقة حول هذا الموضوع المهم؟ طيب بالنسبة للنصائح نحن حابين نقول إنه الحاجات اللي بتزيد خطورة الإصابة بسرطان عنق الرحم اللي هي فيها نحن عايزين دائما الوزن المثال، ودائما بنأكد على الكلام ده، فمعناتها ممارسة الرياضة، التدخين بكل أشكاله إذا كان سلبي أو موجب، ولا أتكلم عن التدخين لأنه ممكن تكون المرأة في نفس حد ذاتها هي ما مدخنة، لكن يكون الحد الموجود معها في البيت إذا كان زوجة أو إذا كان حد من يعني ناس الأسرة بدخن بطريقة شرهة وهي موجودة في المكان ده بنقول عليه تدخين سلبي. فنحن بنقول التدخين بشقيه إذا كان سلبي أو موجب لازم نتجنبه، لأنه بيرفع درجة الإصابة بالفيروس اللي يؤدي إلى سرطان عنق الرحم. الحاجة الثانية اللي هي الأكل الصحي السليم، والحاجة الثانية اللي نتأكد عليها إنه أخذ التطعيم في المدارس المتوسطة والثانوية، ولازم كل أم تنتبه إنه، ونحن نتكلم عن البنات لأنه ممكن يسأل يقول الأولاد ما يأخذوا ولا ما يأخذوا، ممكن الأولاد يأخذوا اللي هم الأولاد اللي عمرهم 15 ل 21 سنة يأخذوا التطعيم، لكن لحد الآن في البروتوكول بتاعنا بتاع الصحة نحن فقط شاملين البنات، وحتى البروتوكولات العالمية شاملين البنات فقط، لكن في موجود للأولاد إذا كانوا حابين يطعموا في خارج المصحة اللي هو المظلة التأمينية. نعم دكتورة، الحاجة الثانية اللي حنقولها بس يعني إنه هو مهم، وإنه كل واحد لازم يراجع نفسه بالذات السيدات في عمر الإنجاب.
الله يعطيك العافية دكتورة إكرام عبد العزيز، أخصائية نساء وولادة في مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك دكتورة إكرام على هاي المعلومات الطيبة وعلى خدماتكم المميزة الحقيقة لصحة المرأة، شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ عبد الله. الله يحييك. مستمعين الأعزاء، ومن فقرة صحة المرأة وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية وأيضا معلومات مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أن أشكر فريق العمل المبدع معنا اليوم، كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي وفي التنسيق والمتابعة والإخراج أستاذ نمر محمد، وأيضا مخرجنا المتألق الأستاذ سعيد المر، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة.